بيك. اسمي سيد اسماعيل علي، بيقولوا عمري 45 بس سني 100 سنة في ذل حاكمين وعفن عايش فيه. صخت على حالي وحالك مش فارق عني كتير، المهنة عامل مصنع والمصنع مصف دمي والمرتب نص رغيف، تأمين صحي ما تلاقيش 18 ساعة عمل والعائد ما يسويش، وفي الآخر نستهلك نتعدم نتكلم نتكتم، مجرد عبء زايد تتمرد تتردم. اشتراكي من صلب الشارع لدوشة نخبة سامع، ممكن أكون معدوم بس فاهم فكرة استقرار لو كان مزيف فائع. دبلوم صنايع أول دفعة دلوقتي سايق ميكروباص، والبلطجي كان خنزير بنجمة على الكتاب. شفت جهنم قبل ما القيامة تيجي، من ده وفري اتعلق اتحط واغتصب، دي مجرد ان الجامع كان ملجأ ليا وقت ضعف اتخطب. يا عبد يا مستهلك عايزنا اكون سوي، وانا مولود مفقود وداعي متلوي، لكل فعل ليكو خلقت التطرف رد فعل، والتطرف طول عمره بيخدم سلطة. عايزك دايما خايف ولو في يوم امنت يزود ليك الجرعة السلطة، حتى وانت عمرك ما تكون واحد مصلحتك بس تعيش، مصلحته انه يفضل حاكم فيك وليك تفضل عامل، ومستحيل تغير النظام من جوه. فارفع راسك للعفة نكون معارض، افتخر اني اكون خارج عن القانون لو كان بيحمي فاسد، افتخر اني اكون خارج عن القانون لو كان بيحمي فاسد. وليلة دار قابل ضربنا وكسرنا بالقلعة ولعنا الرصة اعتبنا، فخاف ياللي بتحكم اصلا غضب الشارع لما يقوم هياكل فيك الظالم والمظلوم. وانت يا مواطن يا شريف هم للحرية مش للعبد وكان نجيب، اشتروك بشنط السحور سجدوني لما اكلوك، وبالمحبة زي ما قدروك، والسيناريو بيتحارب من احنا الملوك. النظام الصحي منك تكون غرقان في استهلاك الطبقية سلاحه الاول بيها انعدامك. ايه يا السعادة تشرب ودافون تتكلم كوكا كولا وتصاحب بنت حلوة ما فاهمة في الكورة، الطبقية سلاحه يقوي بيها انعدامك، مصلحة